بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج البحرين اليوم، واللي نطل فيها عليكم مثل ما اعتدنا من خلال هذه النافذة المحلية البحرينية، لنستعرض لكم أهم الفعاليات والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين. راح نبتدي الحلقة ولكن بعد هذه الفاصل الصغيرون. مشاهدينا، أولى تقارير حلقة اليوم، ونظمت جمعية الريادة الشبابية تحت رعاية معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الموقر حفلا تحت عنوان لم الشمل لمشتركي برنامج الشاب البرلماني لدفعاته الثلاث بحضور عدد من النواب والمسؤولين. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، نظمت جمعية الريادة الشبابية حفل تحت عنوان لم الشمل لمشتركي البرنامج البرلماني لدفعته الثلاث، بهدف اطلاع الشباب على انطباعاتهم وتجاربهم التي حصلوا عليها خلال هذا البرنامج. طبعا البرنامج اللي كان تبع وستمنستر اليابتة لجمعية الريادة الشبابية أضاف لنا الكثير، علمنا عن الحياة السياسية، شلون تقسيمات الحياة السياسية، الأفراد إحنا شلون نقسمهم من ناحية الشخصيات. فالفكرة الموجودة الأساسية بالحياة السياسية يعني فتحت لنا مدارك ما كانت موجودة في الأساس. برنامج الشاب البرلماني طبعا لأنه تبع جمعية الريادة الشبابية، وبما أن إحنا من فئة الشباب شيء أكيد أن إحنا نحب أن إحنا نتثقف ونضيف إلى معلوماتنا الشخصية، وطبعا إحنا طلبة حقوق، فهاي الشيء أكيد راح يفيدنا في جانب دراستنا ويضفي على معلوماتنا يعني شيء من الصحة، يعني يمكن نحن عندنا معلومات ما راح نقدر نعرفها من جانب الحقوق. هاي البرامج، هاي الملتقيات تعلمنا أكثر وأكثر. وخلال الحفل تم عرض بعض إنجازات وتجارب الشباب التي استطاعوا تحقيقها خلال البرنامج الشاب البرلماني، وتم ذلك بحضور عدد من النواب والمسؤولين. استفدت وايد من البرنامج، علمونا شلون صناعة القرار داخل القبة البرلمانية، كيفية الخطاب، فن الخطابة، وإدارة المناظرات، التفكير الناقد، شلون هيكلية مجلس النواب البحريني. وبعد يوم شاركنا في السفرة حق بريطانيا قارنا بينها وبين هيكلية البرلمان البريطاني، وطلعنا أيضا على البرلمان الشبابي البريطاني، وشلون الشباب في بريطانيا يشاركون في التشريعات وسن القوانين كدور استشاري. طبعا تعلمت ان شلون اطور فكرتي من ناحية تكون بروفيشنال، انه انا اقدمها كتصور في بعض الامور البسيطة اللي تتعلق بالشخصية الشخص نفسه، من ناحية طريقتي في الكلام، البرزنتيشن ماله، وايد امور وصفات المفروض ان الشاب إذا حب يكون في البرلمان أو غيره أنه هو يتحلى فيها. والجدير بالذكر بأن برنامج البرلماني الشاب يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات القيادة والتواصل والانخراط في حوارات مفتوحة ومناقشة مشاكلهم وهمومهم المختلفة وكيفية وضع حلول لها. تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، قامت كلية العلوم فعالية لعرض تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية أفد بعنوان البيئة العربية في 10 سنين. التفاصيل في هذا التقرير. ضمن مساهمة جامعة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظمت كلية العلوم فعالية البيئة العربية في 10 سنين من مركز زين للتعلم الإلكتروني، حيث تم عرض ومناقشة تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية. طبعا أهداف التنمية المستدامة جزء مهم
من ما تقوم به الجامعة ضمن العمل الكبير اللي تقوم به مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا بوجود المسؤولين في المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، حتى يكون هناك نقاشا علميا، خاصة وأن جامعة البحرين بها برنامج الماجستير والدكتوراه بالنسبة لتحقيق الأهداف أهداف التنمية المستدامة. ويذكر أنه قام الأستاذ نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية بتقديم هذا التقرير السنوي، كما شارك في هذا اللقاء المستشارون الاقتصاديون في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو مجلس أمناء أفد الدكتور عبد الكريم صادق، عبر تقديم خطة عمل مستقبلية بعنوان ما الذي يمكن عمله في السنوات العشر المقبلة استنادا إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية. كما تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العربي للبيئة والتنمية تم إطلاقه في يونيو 2006 في ختام مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة، ويعتبر هذا المنتدى منظمة إقليمية غير حكومية تسعى لتشجيع المجتمعات العربية على حماية البيئة والاستخدام الرشيد لموارد الطبيعة. ديرتنا الحمد لله زاخرة بالمحافل العلمية بالثقافة والعلوم وشتى الاهتمامات الجميل اللي مهتمين فيه الشباب البحريني عامة. راح ناخذكم مشاهدينا لمنتدى الكتاب الثامن الذي نظم فعاليات مركز عيسى الثقافي، ونظم أمسية لمناقشة كتاب الثقافة وإنتاج الديمقراطية للأستاذ الدكتور إبراهيم غلوم، وذلك بحضور عدد من الكتاب البحرينيين. ناخذكم لمركز عيسى الثقافي نطلع على التفاصيل. أقام مركز عيسى الثقافي اللقاء الثامن من منتدى البحرين للكتاب، حيث تمت مناقشة كتاب الثقافة وإنتاج الديمقراطية لمؤلفه الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله غلوم. بالنسبة إلى الندوة التي عقدت اليوم عن طريق منتدى البحرين للكتاب، هي الندوة الثامنة لمناقشة كتاب الثقافة وإنتاج الديمقراطية، وهو كتاب للدكتور إبراهيم غلوم. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي صدرت في البحرين تعالج وتناقش الديمقراطية وتناقش الثقافة، وكيف تكون الثقافة سبيلا إلى وجود الديمقراطية، وكيف الديمقراطية يجب أن تبيئ وتكون على الواقع المعيش من خلال الثقافة. عن توصيف الديمقراطية، وكان لهذا مدخلي في قراءتي للكتاب ينبع من هذين المدخلين. طبعا الكتاب يضم عدد من الدراسات المهمة حول الثقافة وإنتاج الديمقراطية، أبحر فيه الدكتور غلوم في جوانب تتصل بالفكر والنقد والشعر أي بنوعه الشعبي والفصيح. طبعا هالمنتدى أقيم للمرة الثامنة، وناقشنا هالمرة موضوع مهم جدا، وهو كيف نأسس العلاقة اللي أو نعيد إحياء العلاقة اللي تربط بين الثقافة والسياسة. الثقافة هي أساس تستند عليه السياسة، وهذا أيضا ما ذكر في المشروع الإصلاحي. المجتمع البحريني مجتمع واعي ومثقف، وبالتالي فالإصلاحات السياسية والممارسة السياسية عموما هي سبب النجاح فيها.
وقام بالتقديم الأستاذ الدكتور معجب العدواني، وأدار اللقاء الناقد الدكتور فهد حسين، وقد حضر عدد من الكتاب البحرينيين والمهتمين بالتاريخ والمطلعين عليه أيضا. مشاهدينا، بالتزامن مع أسبوع المختبرات الطبية العالمي الذي يعقد من 22 إلى 28 من شهر إبريل الجاري، أقامت إدارة مختبرات المراكز الصحية فعالية بهذه المناسبة تحت شعار احصل على النتائج، وذلك برعاية من سعادة الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية. نتابع التفاصيل في التقرير. طريقة عمل الأطباء خلف الكواليس وخصوصاً في المختبرات الطبية ربما يجهلها الكثير، ففني المختبر هو الجندي المجهول الذي يخدم الطبيب في معرفة أصل المرض من أجل محاربته. أغلب المراكز الصحية موجودة عندنا فيها مختبرات تقدم الخدمات صباحاً، وعندنا مركز في كل منطقة يقدم الخدمات مساءً. تقدم أغلب التحاليل المخبرية اللي لها علاقة بالبيوكيمستري، الهيماتولوجي، أغلب التحاليل الأساسية، تحاليل البول، تحاليل الأمراض المعدية، كلها تقدم في المراكز الصحية. طبعاً إحنا دائماً نقول إن المختبر هو اليد اليمنى إلى الطبيب للتشخيص، أو عين الطبيب للتشخيص، لأن نحتاج ما نستغني عنه علشان نقدر نعرف أو نصل إلى تشخيص المرض. طبعاً الجماعة هنا عندنا في المراكز الصحية الحمد لله مدربين وحاصلين على شهادات معتمدة من داخل البحرين ومن خارج البحرين للقيام بهذه المهمة. وعلى ضوء ذلك وتقديراً للجهود المبذولة من قبل العاملين في مختبرات المراكز الصحية في المملكة، احتفت إدارة مختبرات المراكز الصحية بمناسبة الأسبوع العالمي للمختبرات الطبية من خلال حفل أقيم لتكريم فنيون مختبرات والثناء على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى. طبعاً احنا أكثر الفحوصات اللي نجريها في المراكز الصحية هي الفحوصات الروتينية مثل فحوصات السكر وفحوصات الكوليسترول والكبد والكلى، هذه أهم شيء. البقية تكون فحوصات يعني متخصصة، وطبعاً طرشها لمركز السلمونية، مستشفى السلمونية والصحة العامة. وعلى هامش الحفل أقيم معرض مصاحب تم من خلاله إجراء الفحوصات الطبية لبعض الأمراض مثل هشاشة العظام والكوليسترول، وذلك بدار رفيدة. مشاهدينا، راح نبقى في أجواء الأسبوع العالمي للمختبرات وعينات سحب الدم، وراح نتعرف إن شاء الله على مدى التزام الناس بمراقبة صحتها واهتمامها بأمورها الصحية. الكثير منا حريص على صحته ويلتزم بإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، لكن هناك فئة يمكن مو فئة قليلة حتى غافلة عن متابعة صحتها أول بأول. بهذا الخصوص كانت لنا وقفة مع طلاب جامعة البحرين تحديدا من الشباب والشابات، وسألناهم عن ما إذا كانوا حريصين على زيارة المختبرات الطبية لإجراءات الفحوصات أو لإجراء عفوا الفحوصات الشاملة بشكل عام. جوابهم بعضها كان صادم وبعضها كان إيجابي بالنسبة لي، راح نشوف ونتعرف عليه أكثر في هالاستطلاع. تابعوا معنا. وايد من زمان، يعني يمكن على يوم الابتدائي، وللأسف احنا اهلنا مو حريصين على ان احنا مثلا نسوي كشوفات كل 6 أشهر، فهاي شيء اتوقع انه هو وايد غلط. اخر زيارة كانت لي يمكن قبل 3 أشهر بغرض ان فحوصات حق مرض معين، لكن الاهل هم حريصين بسبب ان السكري والضغط والأشياء، فهم يحاسبوننا بشكل دوري كل شهر يسوون فحوصات.
والله أنا آخر زيارة لي كانت في شهر 10 تقريبا قبل 6 أشهر، وإحنا العادة عندنا أن كل 6 أشهر يعني لها المعودين على أن كل 6 أشهر نروح نراجع ونسوي الاختبارات والفحوصات الشاملة في المختبرات الطبية. قبل تقريبا أسبوعين رحت المركز الصحي تبع جامعة البحرين، كان عندي سحب دم للتبرع لمرضى سرطان. أما بالنسبة هل أنا مثلا مداوم على سحبات الدم، أنا طبيعتي ما أحب المستشفيات، فللأسف يعني ما أروح وايد يعني كذا. آخر مرة كان قبل شهرين، وإي دائما كل 6 شهور نسوي فحص موظبين عليها يعني عشان إذا كان في شيء نعرفه قبل. والله آخر مرة يمكن قبل سنة، بس الأهل حريصين أكثر مني. عموما الشخص يلجأ للمستشفيات وغيرها لما يكون انه مريض او حالته تستدعي، لكن المفروض ان احنا يكون عندنا الوعي الكافي ان احنا نسوي فحوصات بشكل سنوي عشان انه ما نضطر، بس الاهل حريصين اكثر مني اكيد. مشاهدينا، في الآونة الأخيرة زادت الحاجة إلى المختبرات الطبية المتخصصة، كما أن سرعة الحصول على النتيجة هو ما يحرص ويريد كل مريض اليوم، مما نتج عنه الكثير من المختبرات الخاصة والتابعة حتى لبعض العيادات. ومثل ما ذكرنا لكم في الاستطلاع السابق، بالفعل جانب مهم قد يكون البعض منا يأخذ بشكل إيجابي ويذهب للمختبرات ويجري فحوصاته بشكل دوري صحيح، والبعض قد يهمل مثل هذه الأشياء. احنا راح نتعرف اليوم على رأي الخبراء والأخصاء مع الدكتور جعفر محمد الفردان. الله يمسيك بالخير دكتور جعفر. مساك الله بالخير أخوي سالم، نشكرك على وجودك معنا في البحرين اليوم. بداية ودنا شوية تطلعنا في أجواءكم الاحتفالية، وشلون تشوف أجواء الاحتفال بأسبوع المختبرات العالمي؟ والله أسبوع المختبرات العالمي لفتة ممتازة للتوعية بموظفين المختبر، خصوصا فنيين المختبر اللي يشتغلون في الصف الخلفي في الطاقم الطبي. احنا عندنا صف امامي اللي يتكون من طاقم التمريض والاطباء، نعم، وطبعا لهم جزيل الشكر والامتنان. وعندنا الصف الخلفي اللي يشتغلون بصمت وبهدوء خلف الكواليس على قولتنا، صحيح، خلف الكواليس، نعم، بجد واجتهاد. وهذا ان شاء الله يكون رد جزء من الجميل لهؤلاء اللي بعضهم يفني سنوات طوال في هذا التخصص. ربما دكتور جعفر يعني هناك مثلث خلنا يعني نشبهه في عملية الوصول للتشخيص، بلا شك أخذ المعلومات وما يسمى الهستري من المريض نفسه وتاريخه المرضي، ثم إجراء بعض يعني الفحوصات الكلينيكية والسريرية للمريض، وجانب الثالث اللي هو جدا مهم هو يعني خلنا نقول التحقيق أكثر للوصول للتشخيص. وجانب مهم وربما قد يكون الأول والأهم هو جانب الفحوصات الدم والفحوصات عامة. بنظركم ومن حكم خبرتك دكتور جعفر، شنو أكثر الفحوصات الطبية اللي مطلوبة هذه الوقت في مملكتنا الغالية؟ جواب هذا السؤال، هناك نوعين من التحاليل. نعم. تحاليل أساسية خلينا نقول كلاسيكية لا تتغير بالزمان والدولة، يعني معظم المواطنين أو المرضى يحتاجونها بغض النظر عن الدولة. نعم. هذه عادة تكون تحاليل الأنسجة، تحاليل الكيمياء الحيوية، وتحاليل الدم أو الأمراض المعدية. نعم. وفي تحاليل أخرى خليني أقول ظهرت في السنوات الأخيرة، لكن لها أهميتها الخاصة في أنها مهمة في الحفاظ على الصحة الأمثل للمرضى. نعم. مثال على ذلك تحاليل الفيتامينات مثل فيتامين دال، اللي هو يعني أكيد صارت عليه الكثير من المحاضرات والندوات. نعم. والكثير يدرك أهمية هذا التحليل، مع أنه كان في السابق يعني التحليل موجود لكن غير مستغل استغلال كامل. يمكن دكتور جعفر الحين صار المجتمع يعني ما أعرف كيف أنت تقيم، خلنا نأخذ وجهة نظرك بالمرة بعد ما تجاوبنا على هالسؤال، يعني الناس بدأت تقرأ وبدأت أقل استفسار وتساؤل طبي وبخصوص صحتهم بشكل عام، تروح جوجل وعمي جوجل ما يقصر يعطيهم المعلومة، وربما يخوفهم في بعض الأحيان فيضطرون أنهم يسوون في بعض الفحوصات الطبية مثل ما أنت تفضلت، فالوعي زاد بلا شك. شنو أيضا غير الفيتامين دال اللي تم يعني طلبه بشكل مستمر من الأمور الغير كلاسيكية مثل ما تفضلت؟
عندنا أمراض الدم الوراثية، الكروموزومات، تحاليل الحمض النووي، لها الكثير من التطبيقات اللي ممكن الإنسان يستخدمها في صحته العامة لتقييم سواء الصحة أو تقييم الإصابة بالأمراض في المستقبل. فهذه التحاليل أيضا موجودة. في أيضا عندنا تحاليل المعادن مثل الزنك اللي له مباشرة بالصحة والجمال ونضارة البشرة والشعر. فهذه الأشياء فيها أيضا عليها إقبال. تحاليل حساسية الأطعمة أو التحسس الغذائي أيضا من التحاليل الجديدة اللي انتشرت في الآونة الأخيرة. الناس بتعرف الأشياء اللي تأكلها هل تسبب لها حساسية وأعراض، ويكون بعض المشاكل الصحية هي سببها الطعام من غير ما ندري. فهذا أيضا من الأشياء اللي ظهرت في الواجهة في السنوات الأخيرة بعض التحاليل. دكتور جعفر، حضرتك بما أنك موجود في مستشفى خاص، شو الفرق طيب بين الفحوصات اللي تجرونها أنت في القطاع الخاص والعيادات الخاصة والمختبرات الخاصة عن المقدمة في المراكز الصحية؟ نشترك احنا القطاع الخاص، المختبرات الخاصة والمستشفيات الحكومية والمراكز الحكومية في التحاليل الأساسية اللي نسميها البريد اند باتر اوف ديلي يوز. التحاليل العامة هي لكن في أشياء المستشفيات بشكل عام تركز عليها، هي التحاليل اللي يحتاجها المستشفى أو المركز، فتكون موجودة في المستشفيات أو في المراكز الصحية. وفي بعض الأحيان المراكز العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة ما عندها هذه التحاليل، فيكون تواصلنا مع هذه المختبرات الحكومية على أساس نبعث هذه التحاليل لهم. وبالعكس في بعض الأشياء غير موجودة على قائمة التحاليل في المستشفيات الحكومية لأنها مثلا الطلب عليها قليل. أو مثل شنو دكتور؟ مثل تحاليل الأمراض الوراثية الطلب قليل، فيضطر بحزته المريض أنه يتجه للعيادات الخاصة، خلنا نقول في مثل هذه الآونة المختبرات التخصصية الخاصة اللي عندها هذا التحليل. احنا بلا شك الثقة موجودة في القطاعين العام والخاص، ويعني المريض بالذات ما يسلم نفسه إلا لشخص يثق فيه مثلكم وشرواكم. دكتور جعفر الفردان، احنا سعداء جدا من ضمامك لنا ووجودك معنا في هاللقاء، شكرا لك جزيلا. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البحرين اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في أجمل حالات ودائما على حب ومحبة وخير في الحلقات القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.